السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم، معكم أختي فاطمة مختار، والنهاردة مع درس جديد بعنوان La question، يعني السؤال. إزاي تعمل سؤال مظبوط؟ هو ده درسنا اليوم. عشان أعمل سؤال عندي طريقتين إن أنا أعمل بيهم السؤال. أول طريقة إن أجيب La question avec l'intonation، يعني سؤال عن طريق اللهجة، وهنفهمه يعني إيه مع بعض دلوقتي. الطريقة الثانية هي La question avec un mot interrogatif، يعني بستعمل فيه كلمة استفهامية. نشوف كل طريقة على حدة. أول طريقة la question avec l'intonation، يعني السؤال اللهجة. يعني إيه لهجة؟ يعني من صوتك يبان إن هو سؤال. سؤال اللهجة هو عبارة عن إيه؟ جملة عادية خالص، من sujet و verb و complement، من فاعل وفعل ومفعول، وآخرها علامة استفهام. يعني الانتوناسيون، السؤال اللي باللهجة ده، ما فيش أي حاجة تدل إن هو سؤال غير إنه في نهايته إيه؟ علامة الاستفهام لو أنت شايفه. طب انا اعرفه ازاي لو انا حد بيكلمني؟ قالك بقى بيبان من ايه؟ من الانتوناسيون، يعني اللهجه، طريقه قراءته للجمله بتبين لك ان دي مش جمله عاديه، بتبين لك ان ده سؤال. نشوف مع بعض. تو ايه ايجيبسيان؟ انت تكون مصري، شايفين النطق تو ايه ايجيبسيان؟ هنا طريقه النطق او طريقه الكلام او اللهجه بتاعتك بينت ان انا بقول لك سؤال. استعملنا فيها ايه؟ فاعل وفعل ومفعول. تو هو الفاعل، ايه هو الفاعل، وايجيبسيان هي الكومبليمون، هنا جاي صفه، واخرها علامه الاستفهام. السؤال ده بيشترط عليك انك لازم تجاوب عليه بحاجه من الاثنين، يا وي يا نو، يا ايوه يا لا. طيب حاجه تانية وانت بتعمل السؤال لازم تلاحظها كويس، ان واحنا بنعمل سؤال لو لقيت ضمائر الفاعل اللي هقولها دي لازم في بعض التحويلات تراعيها. لو لقيت ضمير الفاعل تو انت، لما بكلمك انت هتحولها لايه بالعربي في الاجابه؟ انا. لو لقيتها برضو tu هتحولها لجو، انا. لو لقيت ضمير الفاعل vous انتم، حولها لضمير الفاعل في الاجابه نو، نحن. ولو لقيت بعد كده ضمير الفاعل il ou elle ou on، بتبقى كما هي il elle on. نرجع لجملتنا tu es égyptien، انت مصري. هتجاوب تقول oui، هجاوب بالاثبات هقول oui. يبقى حول بقى je suis égyptien، حولت هنا ضمير الفاعل tu je وجبت الفعل مع الفعل اللي oui je suis égyptien. طب لو نو، لا انفي بقى الجمله. نو حط الفعل النفي، ازاي بحط الفعل بين النو والبا؟ نو je ne suis pas égyptien، انا لست مصري. وفي نفي تاني نو je suis anglais، لا انا انجليزي، اغير الصفه خالص. يبقى السؤال اللهجه هو عباره عن فاعل وفعل ومفعول، واخر الجمله علامه استفهام، وبجاوب عليه لازم بايه؟ وي او نو. الطريقه الثانيه لعمل السؤال هي ان انا اجيب سؤال عن طريق ايه؟ امو انتروجاتيف، كلمه استفهاميه. اول كلمه استفهاميه معايا النهارده وهي اسك، بمعنى هل. شوف مع بعض اسك، السؤال باسك مريح جدا. ليه؟ لان ما بحتاجش فيها اقدم الفعل على الفاعل. طبعا طريقه السؤال الاساسيه نقدم الفعل على الفعل، لكن لا، مع اسك لا، بيجي وراها الجمله مترتبه من فاعل سوجي وبعدين الفيرب الفعل. شوف اسك تي ايجيبسيان، هل انت مصري؟ نفس السؤال اللي فات لو ملاحظين، اسك تي ايجيبسيان، هل انت مصري؟ جاوب عليها بايه؟ بوي او نو، نفس الطريقه. يبقى سؤال اسك بيساوي سؤال ايه؟ اللهجه. هتجاوب هنا وي جو سوي ايجيبسيان، ايوه انا مصري. نو جو ني سوي باز ايجيبسيان، لا انا لست مصري. يبقى ده كانت اول اداه ايه؟ استفهام. اداه الاستفهام الثانيه معايا وهي كاسك، متلخبطش بينهم. كاسك بمعنى ما او ماذا، زيها زي اسك انها بتحافظ على ترتيبه الجمله بعديها، مش مضطره او مش مطلوب مني ان انا اقدم الفعل على الفعل. يعني من شروطها ان تيجي الجمله وراها مترتبه، ايوه اجيب كاسك اداه الاستفهام، بعدها سوجي فاعل، بعدها الفيرب بعدها الفعل، بعدها الكومبليمون او تكمله الجمله ايا كانت، واجيب اداه الاستفهام في النهايه. نشوف سؤال معانا. كيس كيليا دون تون ساك، ماذا يوجد بحقيبتك؟ تمام، الاول اجاوب ازاي؟ اقول دون مون ساك، في حقيبتي، وجاوب بقى. هنا بجاوب على طول، بجيب الحاجه اللي في حقيبتي. إليا اون كلي اي تان ستيلو، يوجد مفتاح، يوجد قلم، وهكذا. اشهر سؤال في اللغه كيس كو سي، ما هذا؟ ودايما السؤال ده بستعمل فيه اداه الاستفهام اهي، كيسك بمعنى ما او ماذا، وسي يعني هذا، كيسكو سي ما هذا. والسؤال ده بيسال عن حاجه غير عاقل دايما. عشان تجاوب لو قدامك حاجه واحده يعني كيسكو سي، اقول ايه؟ سي تان ستيلو، هذا قلم.
طب لو عندي اكتر من قلم اقول ايه؟ سو سون دي ستيلو، يعني هنا كلمة هؤلاء يعني بس الجمع، او هذه اقلام بس بايه؟ في صيغة الجمع، سو سون دي ستيلو، هذه اقلام. دي كانت الأداة الاستفهام الثانية. شوف أداة الاستفهام الثالثة وهي سهلة جدا، كومون بمعنى كيف. أداة الاستفهام دي بتستعمل في حاجات كتيرة جدا. أول حاجة كيف، بتسأل عن الحال، عن صحتك، كومون صافا، كيف حالك؟ ده سؤال يعني مشهور جدا، كومون صافا، كيف حالك؟ أجاوب عليها أقول إيه؟ صافا بس، صافا بيان، صافا بيان ميرسي، كل دي إجابات عليها. يبقى أول حاجة استعمال لكومون بتسأل عن الحال. تاني حاجة بقى أداة الاستفهام كومون بتسأل عن الاسم، وهنا خلاص بقى هنا جينا في أدوات الاستفهام اللي لازم نعمل إيه؟ نقدم الفعل على الفعل. كومون تابل تو، ما اسمك؟ هنا تابل قدمناها على ضمير الفاعل تو أنت، يبقى جبنا أداة الاستفهام، جبنا الفعل ثم الفاعل. ما بتعرفش تقدم الفعل على الفعل، أعمل إيه؟ أجيب الفاعل تو، بعدها أجيب الفعل تابل، بعدها اجيب اداه الاستفهام في النهايه كومون، يبقى tu t'appelles comment، ما اسمك برضو. الاثنين بمعنى ما اسمك، ايوه دول افضل طريقتين في السؤال، يا اما تجيب اداه الاستفهام وتقدم الفعل على الفعل، يا اما تجيب فعل وفعل وتجيب اداه الاستفهام في النهايه. طبعا في الاجابه هعمل التحويلات عادي، tu هحولها ل je، يبقى je m'appelle، وقول اسمك، je m'appelle فاطمه، je m'appelle منى، ايا كان الاسم. آخر استخدام لكومون معانا النهاردة، بسأل فيه عن وصف. هجيب أداة الاستفهام في البداية، يبقى مطلوب مني أعمل إيه؟ أقدم الفعل على الفعل، أقول إيه تا ميزون، كومون إيه تا ميزون، كيف يكون منزلك؟ يبقى هنا بسأل عن الوصف، كومون توصف لي. طيب ما بعرفش أقدم الفعل على الفعل، أعمل إيه؟ أجيب فاعل ثم فعل ثم أداة الاستفهام في النهاية، يبقى أجيب تا ميزون في البداية، بعدها فعل إيه، يبقى ta maison est comment، منزلك يكون كيف، اللي هو كيف يكون منزلك. ومطلوب منك هنا أنك تجيب وصف عن منزل. عندك حاجتين، يا تبدأ برضو في الإجابة تستعمل الفاعل بتاعنا اللي هو ta maison، هحولها ما maison منزلي، ta حولناها الما اللي هي منزلي أنا، حاجة بس أعرفها كده دلوقتي لغاية ما يجي وقت شرحها إن شاء الله. اجيب ما ميزون ايه وهات صفه، اي غروند اي بوتيت، ما بعرفش بقى احول تا لما، خلاص مش مطلوبه منك دلوقتي، قول هات ايه، ضمير الفاعل ال، هي هنا جاي على البيت، يبقى الي غروند او الي بوتيت، هو بيكون كبير او هو بيكون ايه صغير، الكلام عايد عن منزل. اخر اداه استفهام معايا النهارده وهي كومبيان دو بمعنى كم للعدد، بتسال عن عدد ودايما وراها اسم جمع، يبقى كومبيان دو حاجة أساسية فيها دي وراها إيه؟ اسم جمع. لما أقول لك كومبيان دو ليفغ ياتيل دون لو ساك، بعد كومبيان دو جت كلمة ليفغ جمع، وإليا ده شكل تقديم الفعل على الفعل بتاعها، عايزاك تعرفه، في كتب كتيرة ما بتستعملش بيه بس أنا بحب أكتب السؤال بشكله المظبوط. يبقى كومبيان دو ليفغ ياتيل دون لو ساك، كم عدد الكتب موجودة في حقيبتك؟ جاوب بقى بعدد، اقول اليا يوجد، قول رقم، اليا 5 ليفغ دون لو ساك، اليا 6 ليفغ دون لو ساك، اي عدد مظبوط. لو فاهم يلا نحل سوا، شوزي لا بون ريبونس، اختار الاجابه الصحيحه. لي اليا دون تا شامبر، عايز اقول سرائر موجوده في غرفتك. فين هنا لي جمع، فين اداه الاستفهام اللي بيجي وراها الاسم الجمع اللي هي كومبيان دو، يبقى كومبيان دو ليفغ اليا دون تا شامبر، موجوده في حجرتك. طبعا هنا السؤال اس كي سي، لا مش اس كي سي، اسمها كيس كو سي، طبعا هنا كو اللي هي كو ابستراف، اي تا شامبر، ها عايز اقول كيف تكون حجرتك، ها كومون اي تا شامبر، كيف تكون حجرتك. تو ابيت ا باري، ها ايه السؤال هنا مظبوط، اي واحده فيهم صح، اسك ايوه، اسك تو ابيت ا باري، هل تسكن في باريس؟ ما ينفعش اقول كو اللي هي ما او ماذا، او كيسك اللي هي ما او ماذا، برضو ما ينفعش، هي اسك، هل انت تعيش في باريس. اخر سؤال عن الساعه، اغيتيل، ها فين أداة الاستفهام اللي بتسأل على كلمة اور الساعة، خدناها قبل كده اللي هي كل المؤنث، المفرد المؤنث، يبقى كاليغيتيل ما الساعة. كده هنا أعزائي الطلبة والطالبات خلص درسنا اليوم، أتمنى يكون حاز على إعجابكم، كنت معاكم أختي فاطمة مختار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.